فاكرين الفيميل النتاية الأرقم البيتي اللي كانت باضت عندنا من 3 شهور كده؟ هي دي طبعا، شكلها خايف قوي وسلوكها متغير. النهاردة بفتح عليها، هي الأسبوع اللي فات ما كلتش، الأسبوع ده اديتها أكل برضو ما كلتش، وده مش طبيعي بالنسبة لها. فابتعدت وحركتها مش طبيعية، قاعدة كنة عنيفة شوية، مش قلبة نفسها كده، شكلها ضعيف. فابتديت أبص عليها، كل الحاجات دي طبعا حاجات تشكك يعني. مشيتها مش طبيعية، شكل راسها مش طبيعي مش طبيعي. أنا عاوز أقول لكم اللي هو مع التعود أنت بتعرفه. مش عارف بقى الفوكس هيجيب راسها ولا لا. طب هي النتاية دي عندها IR أو RI اللي هو respiratory infection، عندها التهاب رئوي في الجهاز التنفسي. طبعا في علامات انا مش عارف اوضحها عشان الفيديو يبقى يعني مفيد، عاوز امسك النتايج كويس واشوف، بس الفوكس مش خادمني. برضه الفوكس مش بيعمل اللي انا عاوزه، مش عارف ليه. مسكتها من هنا وابتديت افتح بقها. طبعا الرغاوي لو انا ضغطت هنا الرغاوي باينه معايا، انا مش عارف اوضحها بصراحه. احاول احط في فيديو حتى صور ليها بالرغاوي بتاعتها. شكل البق من تحت هنا هتلاقيه تخين شويه ومليان، لان هي بتبتدي تفرز مخاط زي اللي احنا بنفرزه، بس هي عشان ما عندهاش حجاب حاجز ما بتعرفش تطرد المخاط ده كويس بره جسمها. احنا ممكن نعطس ونكح ونف ونطلع المخاط من الجهاز التنفسي، انما التعبان ما عندوش حاجه يطلع بيها المخاط. فطريقته في كده ان هو بيبتدي يمسح في الجدران كده، يعني في حاجة من العلامات انت تشوفها ان تلاقي مية على جدران الحوض بتاعك، تعرف ان التعبان بيحاول يطلع المخاط اللي عنده، او تلاقيه فاتح بقه او معلق راسه لفوق اي حاجة، بحيث ان هو بيسلك المجال التنفسي بتاعه. طبعا اول حاجة بتعملها لما تلاقي تعبان عنده التهاب رئوي، توفر له بيئة مناسبة جدا ليه، وما تحاولش تمسكه كتير، لان هي اصلا الاسترس او التوتر ما بيساعدش على ان هو يخف. يعني في يعني حسب بقى الحاله اللي عندك. انا عشان عارف ان التعبان ده عندي مناعته ضعيفه شويه، هخش على طول بالانتيبيوتيك. بس في حالات كتيره لما بلاقي عندي respiratory infection ومش حاله جامده، ببتدي الاول ان انا اسيب التعبان يحاول يخف الاول من غير ما انا اتدخل بادويه. طبعا هو الحاجات اللي بتساعد على ان المناعه تشتغل كويس ان هو يبقى مش مضطرب، الاضطراب ده باللي انت تمسكه كتير او تعرضه للاضاءه كتير او تعرضه لاي حاجه، او يبقى معاه تعبان تاني في الحوض، وانك ترفع درجه الحراره شويه ده بيساعد برضو على رفع المناعه.
تاني حاجة طبعا ال ال الالتهاب الرئوي ده مرض معدي، فلازم تشيل على طول اي تعبان معاه. هو كان معاه الدكر بتاعه، فانا شيلته على طول قبل الفيديو، عشان حتى هو ممكن يكون اتعدى، بس يعني حتى لو اتعدى لازم تفصلهم عشان كل واحد يخف براحته من غير ما ما يأثر على التاني. نظافة شديدة، لان زيها زي البرد اللي عند البني ادمين، المرض ممكن فيروس ممكن يفضل موجود وما يطلعش لو انت ما نظفتش كويس المكان. فلازم تتأكد على طول ان هو اي فضلات ليه الحوض يبقى نظيف على طول ونظافة مستمرة. زائد الدواء، بالنسبة للالتهاب الرئوي انا في دواء بفضله جدا، في يعني هم كل الناس الاجانب بيستخدموا تقريبا 2 انتبيوتيك او مضاد حيوي، واحد واسع المجال اللي هو بايترايل ده اللي هو المادة الفعالة بتاعته اسمها انروفلوكساسين، وواحدة تانية اللي هو الانتبيوتيك اللي اسمه فورتيز اللي هي المادة الفعالة فيه، او تايلوسين انا اسف، والمادة الفعالة فيه اللي هي التايلوسين والاسم بتاعه اسمه تايلان. ده بديل محلي للإنروك فلوكسسين او البايترايل اسمه انبروتايل 50 ميلي جرام يعني من الإنروك فلوكسسين. ده تقريبا محلي، والجرعة المناسبة للزواحف 10 ميلي جرام للكيلو جرام. ده تقريبا محلي، لا ده كوري في يعني ممكن تلاقي منه نوع محلي كمان. النوع التاني اللي انا بفضله جدا في الالتهاب الرئوي بالذات اللي هو التايلوسين اللي هو بديل التايلان. التايلوسين دي اللي هي المادة الفعالة، ده في منه 50 ميلي جرام وفي منه 200 ميلي جرام. ده تقريبا ال 200 ميلي جرام 200 ميلي جرام في الملي لتر في الواحد ملي. ده اللي انا بستخدمه دايما والنتائجه معايا بتبقى كويسة. الجرعة بتاعته هي 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام. تبتدي توزن التعبان بتاعك وتعرف وزنه قد ايه وتديله على الجرعة دي. ده التايلوسين اهو، ده الواحد ملي في 200 جرام. يعني دي حقنة الأنسولين، دي مكتوب عليها 1 ملي، يعني لو مليت حقنة الأنسولين من أولها لغاية آخر شرطة يبقى أنت كده معاك 1 ملي، إن هو يمثله 200 ميلي جرام تايلوزين. طيب إحنا التعبان اللي عندنا وزناه لأنها 100 جرام، وإحنا عاوزين 50 ميلي جرام للكيلو، يبقى أنت لو عندك تعبان كيلو هتحط له ربع السرنجة دي، لأن السرنجة فيها 200 ميلي جرام. يعني لو عندك تعبان كيلو هتديله 25 من 100 ميلي جرام. طيب التعبان اللي عندك مش كيلو، 10% من كيلو، يعني هتديله شرطتين ونص بس من السرنجة. خلينا نجهزهم ونكمل مع بعض الفيديو. أنا جهزت الجرعة اهي. انا بصراحه يعني هو احنا زي ما حسبنا انا محتاج شرطتين ونص، انا حطيت 3 شرط، ودايما بعمل كده يعني ببروكسيميت للاعلى عشان انا عامل حسابي ان الدواء محلي والمدى الفعاله فيه ما بتبقاش زي المستورد، فبزود سنه بسيطه قوي. طبعا هي اصعب حاجه دلوقتي ان انا امسك التعبان وادي له حقنه واصور في نفس الوقت، فهجرب كده. ربنا يسهل. مسكنا التعبان، هنحاول ندي للتعبان الحقنة
في اول تلت في جسمه في الناحيه اليمين. والله ليه مش عارف، انا دايما التعليمات بتبقى كده على الانترنت فانا بحاول التزم بيها. تعال نشوف كده يمكن الفوكس يظبط المره دي. هو الفوكس مش عاوز ابدا يظبط. حاول بقى نجيب الحقنة ونصور في نفس الوقت. جنب اليمين في الجلد ما نغرزهاش جامد، هي حقنة تحت الجلد. طبعا اول ما ابتدي بدي المادة الفعالة ابتدي يرفض شوية، ثبته عشان ميعورش نفسه. انا هديها له واكمل فيديو لحسن كده هعور. ممكن مكان الحقنة يكلكع شوية ابتدي ادعكله عشان المادة الفعالة تمشي في الجسم. الحاجة بقى اللي احنا نسينا نقولها ان التعبان ما جهازه الهضمي مش زي الجهاز الهضمي في البني ادم، ولا تقريبا الكبد بتاعه مش زي الانسان، فما ينفعش تديله الانتيبيوتيك لو بالجرعة اللي احنا قلناها دي كل يوم. احنا بنستخدم جرعة بيستهلكها بيتخلص منها كبد التعبان في 3 ايام. فاحنا عاوزين نديله الحقنه كل 3 ايام. يعني مثلا لو النهارده الثلاث يبقى الثلاث واربع، اربع خميس، خميس جمعه، اديله الجمعه بالليل الجرعه الثانيه بتاعتي اللي هي شرطتين ونص لمده 5 مرات، يعني 15 يوم 5 مرات في خلال 15 يوم وان شاء الله يبقى كويس. طبعا مع التزام بالنظافة ودرجة الحرارة وعدم التوتر وكل اللي احنا قلناه ده. وممكن بعد الحقنة التانية او التالتة ابتدي اجرب ياكل معايا، بس وهنتابعه مع بعض كده خلال الشفاء بتاعه ان شاء الله.